السلام عليكم ورحمة الله. كلنا موريتانيا الحبيبة، مشحابكم يا كباس يا الخير. هذه الطريق اللي قايسة من الشام، طريق معدلة الشركة مغربيين قالها ستام، جايب محمد عبد العزيز أصلا. وهذه الشركة اللي قدرون اللي عدلت على معايير دولية، هذا قدرون ما تسكوش عليه وت من تعود ماشي عليه تشك عنك ما شاء الله ماشي الأعلى، ما هو معقول به الزين، أحسن معايير معدلين والعكس قدرون هات اللي معدلين في الولايات الأخرين. طريق بوتيلي متر واكشوط فات عاد متقعرة ورجال جاي يمشي عليها تموت وتركب وتقل ترى الصف كيف اللي ماشي في سكوس، وهذا معدل له احسن معايير مواجهه به اللي طارح هو عليه طارح عليه ليت اللي قايس منتجعه وقايس داره. هذا ورق ملاحظه عجيبه وغريبه وقالت لنا ولا صدقناها، قالها لنا رقاش ولا صدقناها ومشيت ياك يشوف بعيني وراني ماشي عليه يدرون سبحان الله عجيب وغريب. معدل تعدال معايير دولية وهذا قبيل يعود محمد عبد العزيز او قطرات اللي عدل لنا في الماكشوط وعدل لنا على الطرقوات بوتيليميت وفي الشرق، وهذا تعود مباشرة نفس المعايير عليهم ونفس الصرامة مطروحة عليهم، معناها الشرق كانوا يعدلوهم الا ان قال لهم شو ديروا شي من تراب وقلبوا شي من قطران وقادوا تموا ماشيين عنه قدران ماكشوط بوتيليميت فات تقعر لا هو نافع وتسكو سولي الوتات رجاج ماشي تشكرك ماشي رنق قبيل قاعد يخلى بصيفته، عاد المواطن اللي يقولوا قبيل يخلى انا بصيفته عاد يعدلوا جديد الوتات يركبوا يقضوا متقعر لا هو نافع. وهذا معدل على احسن معايير موجوده هذا تعرف ما يتواسى ويابط الجهات المعنيه تطرح له الاخلاق وتقول عن الشركه كامله لا يتعدلش يتعدل الروايه تعدل قدرون كيف قدرون القايس عزيز قدرون ماشي من الشاب قايس دار عزيز معدل على احسن معايير موجوده. وشكرا جزيلا.